السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة هوات ريحانة كمال نقدم لكم كوكيت ديال الدجاج، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المكونات: عندنا 500 غرام ديال الكفتة ديال لدند، بصلة صغيرة اللي كتكون محكوكة، جوج فصوص ديال الثوم. بالنسبة للتوابل عندنا الكمون، فلفل أحمر اللي هي تحميرة، الإبزار، الملح، القليل من الزعتر، القليل من الهريسة، كتبقى اختياري. نمزج المكونات كلها مع بعض. بالنسبة للقياس ديال التوابل كيبقى اختياري. نمزج المكونات كلها مزيان، ضروري مكتخلط مزيان. المكونات باش غادي نقليهم كنحتاجو الطحين الابيض اللي هو الفورس، وبيضه مخفوقه، ولا شابلي كنوضع معاه القليل من الملح، والابزار اللي هو الفلفل الاسود. كنشكل كرات من الكفته اللي عندي. في حاله كيتلصق لينا الكفته كناخذو القليل من الطحين كنوضعوه في الباطين ديال اليد، كنشكلو كريات اللي كتكون متساوية. كنحصل على كرة كندوزها في الطحين، من بعد البيض، كنخلط لاشابلير اللي وضعت مع الملح والفلفل الأسود اللي هو الإبزار. كندوز الكرة، حاول نمررها مزيان. بهذا الشكل كنحصلو على كرة كتكون قادة، وكنستمر بنفس الطريقة. نحاول انهم يكونوا متساويين. في حالة تلصقات لينا كنضيف القليل من الطحين، يعني غير في اليد. نحاولوا الكرة تكون قادة، ندوزها في الطحين، البيض، عاد لاشابليغ. بهذه الطريقة حتى كنتهي كنحصل على كريات اللي كتكون بهذا الشكل. كملت لف الكريات، غادي ندخلهم المجمد تقريبا ساعة. يمكن لكم ايضا توضعوا وسط كل كرة قطعة ديال الجبن مربع ولا مثلث، لكم اختيار. كتقطعوا مربعات وكتوضعوا وسط كل كرة. يمكن لكم ايضا تضيفوا المعدنوس مقطع للكفتة، لكم الاختيار. ممكن تضيفوا اشياء اللي كتبغوها. غادي نبدا نقلي الكريات. بعد ما جمدوا كنحتاجوا الزيت اللي كيكون على نار متوسطه ماشي مجهده. نبداو ودائما النار كتكون متوسطه باش كيطيبوا من الداخل ومن برا. ضروري ما كتبقى النار مهيله باش كيطيبوا، حتى كيتحمروا من جهه وقلبهم من الجهه الاخرى، ومن بعد نزولهم في الورق النشاف. الشكل النهائي للكروكيت كنقدمو مرافق بصلصه الكاتشب وبالصحه والراحه.